ومشاهدينا يسعد صباحكم من جديد. وضيفتنا لهذا الصباح عرفت من خلال كتاباتها التي تناولت العديد من المواضيع الجادة والجدلية، وتميزت في الانتقاء وأيضا في طريقة الطرح. أحبت مهنة الصحافة لإيمانها بأن هذه المهنة تساعد في رقي الإنسان وتنميته وجعله يتواصل العالم بسهولة ويسر. مؤخرا كرمت من قبل الاتحاد الدولي للإعلام الإلكتروني اليونيم، ومنحت شهادة العضوية لشخصية المميزة كإعلامية وخبيرة دولية. أكيد ضيفتنا لهذا اليوم هي الأستاذة الصحفية سهير جردات، أكيد اللي يعني في وكالة الأنباء بيترا، واللي هي أيضا عضو الاتحاد الدولي للصحفيين في بروكسل وعضو نقابة الصحفيين الأردنيين. صباح الخير ست سهير. يسعد صباحك زميلك ساندرا، وصباح الخير لجميع مشاهدي التلفزيون الأردني، وشكرا لك على هاي التقدمة وعلى هاي الكلمات الحقيقة وتهنئتي بتكريمي من منظمة يونيم الدولية التي مقرها أوهايو وبروكسل، وهي مرخصة من الاتحاد الدولي والولايات المتحدة الأمريكية ولندن، بحصولي على شهادة التقدير الدولية. وهذه الشهادة تمنح للشخص الذي يقدم خدمات جليلة للإعلام والتدريب الإعلامي، ولمن تولى مناصب مهمة محليا ودوليا. اسمحي لي أحكي عن ماذا يعني التكريم، الحصول الصحفي أو الإعلامي على التقدير أو التكريم أو حصوله على جائزة. هو تكون بمثابة تقدير لمهنة المتاعب التي يعني تعطينا الكثير ونعطيها الكثير. احنا يعني بنكمل بعض لهذه المهنه ولجميع الاعلاميين اللي بتجمعنا مظله هاي المهنه بكل ما تحتويها من متاعب. اما اذا كنت بدي احكي انها هي اي تكريم، ماذا يعني لنفس الشخص المكرم؟ صحيح. هو بتكون بمثابة تعويض له عن الإحباطات اللي واجهته خلال حياته المهنية. فلا يمكن إعلامي أنه يصل لمرحلة التكريم أو حصوله على جائزة ما لم يكن واجهته كثير من الصعاب ومن العقبات والإحباطات، إن كنا من يعني نجملها وهي كثيرة. لكن بداية خلينا نحكي الحصول على المعلومة، فدائما المسؤول يتهرب ويرفض الإفصاح عن المعلومة كونها تدينه وتدين تقصيره هو ومؤسسته اللي بيعمل فيها. وحتى ولو كنا إحنا من الدول العربية الوحيدة اللي عندنا حق الحصول على المعلومة، إلا أن يعني قانون هزيل وضعيف ولا 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 يجدي. وإذا حكينا على تكذيب المسؤول للمعلومة الصحيحة اللي يصل إليها الإعلامي، ممكن تكونوا حصلتوا عليها، بيحصل عليها الإعلامي دغري بكذبه المسؤول، حتى إنه يرضى عنه مسؤولينه، لأنه هو بده يخفي هذه المعلومة حتى لا يتم هو يعني تعريض نفسه إلى المسائل أمام مسؤولينه. هذا ناهيك عن مهنة المتاعب، هي مهنة اللي هي المتاعب اسمها زي ما تفضلتي اسمها مهنة المتاعب، فهي إلها متاعبها خصوصيتها. فأنت عم تبحثي عن قضايا، وإذا أنت بحثتي عن قضايا وهموم الناس أنت بدك تبحثي عن الحقيقة لنشرها. لذلك بنوصل إحنا لنقطة إنها هي مهنة شيقة وشاقة، لكنها شاقة شاقة جدا. يعني حديثك يعني بيخطر ببالي سؤال، اكيد يعني عرفتي بالمواضيع الجاده وطرقتي ابواب يمكن لم تفتح من قبل في مواضيعك اكيد اللي طرحتيها. يعني كيف حابين نعرف كيف بتختاري هذه المواضيع؟ يعني يمكن هل انت بتختاريها ولا هي المواضيع اللي بتختارك؟ ما في اعلامي هو بيختار الموضوع اللي بده يكتب عنه، الموضوع هو اللي بيختارك. لكن اللي عنده الحس الصحفي هو اللي بعينه الثاقبة بتشوف الموضوع، بيتابعه حسه الصحفي بانه هو ومسؤوله الصحفي انه يجمع معلومات عن هذا الموضوع اللي هو يعني بلش انه يتفاعل معه. وبعد ما يجمع المعلومات تصبح القضية قضيته، يؤمن بها
وبذلك بيكتبها بكل مشاعره وبيبدع فيها. لكن لذلك أنا دايما بقول للصحفيين بأنه أسوأ الموضوعات الصحفية اللي بتكتبها اللي هي ما تملى عليك أو تفرض عليك بأنه نعم. أكتب في هذا الموضوع. إذا ما كان في عندك تفاعل معها أنت ما بتقدر أنك أنت تبدع وأنك أنت تكتبها. ويا ما في من الصحفيين بمروا من جنب قضايا ومن جنب أخبار لكنهم بيقتلوها لعدم إدراكهم بأنه هذا خبر أو هذه قضية تستحق الكتابة عنها. صحيح، دائما يمكن بنحكي عن المقالات أو عن الكتابات هي كالأطفال بالنسبة للصحفيين، يعني أنت بتتبنى هذه القضية وبتكتب فيها وبتوصل بالآخر يمكن لحل أو لطرح لهذا الموضوع، خلينا نقول يمكن خطوات حتى ولو بسيطة لبداية الحل. هذا الموضوع بيقودني لسؤال ست سهير، يعني بالنسبة ل يمكن إحنا كتبتي في وتنوعتي في كتاباتك بين السياسة وبين المواضيع الاجتماعية، فصل السياسة عن المواضيع الاجتماعية لأنه يمكن منقول دائما أنه السياسة تدخل في كل شيء، لكن إذا بدنا نتحدث عن المواضيع اللي بتستفز سهير جردات، هل هي بتشدك أكثر المواضيع السياسية أم المواضيع الاجتماعية؟ أكثر المواضيع يعني مهمة وبحبها الصحفي اللي هي بتتحدث عن هموم الناس ومشاكلهم، وهذا بيجي بالجانب الاجتماعي. نعم. ولأنه كل مواطن بده أنه يطرح قضايا من خلال وسائل الإعلام وبده يحاول يلاقي حلول لهذه القضايا اللي هو بتواجهه بحياته اليومية. بنفس الوقت المواطن يريد من الإعلامي أن يقرأ التحاليل والآراء حول القضايا السياسية، سواء سياسية محلية أو دولية إلها انعكاسات محلية. لذلك هو ما بنقدر نفصل احنا بين المواضيع السياسية والمواضيع الاجتماعية، فكل منه بيحود على الآخر، لذلك ما بنقدر نفصل بيناتهم. وإن كنا بنحكي إنه أيهما أحب فهم التنين يعني بشكله عند إعلامي تحدي إنه يكتبهم، والتنين بيسببوا بيأدوا إلى مشاكل. يعني إذا كتبتي أنت على قضايا مش بس القضايا السياسية اللي بتجيب وجع الرأس يعني للصحفي، كمان القضايا الاجتماعية. صحيح. يعني أنا بتذكر من القضايا الاجتماعية اللي كتبتها في وكالة الأنباء الأردنية وهو تحقيق استقصائي، كشفت فيه عن مواطن الخلل وتعذيب النزيلات في دور الرعاية في الأردن، وبعد نشره للأسف في عنا تغول حكومي على التحقيق وتم سحبه من شاشة وكالة الأنباء بترا وبعد 7 ساعات من بثه، رغم اعتراف بأن المسؤولين والوزراء بأن نعم هناك يعني إساءة من المشرفات اللي هم لازم اللي بيقدموا الرعاية لهدول النزيلات هم كانوا بيعذبوهم. هذا بيسبب مش بس نوع من الإحباط، هو بيعرض مؤسستك قبل مصداقيتك انت بالمصداقية، وبيدخلوا الشك بين قلوب الناس بانه انت صحة مصداقية المعلومة اللي انت كتبتيها. نعم. هذا جعل عندي الحافز أني أنا لا أستسلم وأني أنا ضليتني أتابع الموضوع إلى أن تمكنت بعد 2 أسبوع من أني أنا أثبت بأنه نعم هناك تم إنذار المشرفات وأثبت بأن هناك نعم كان في إساءات من قبلهم إلى النزيلات، وتابعت على مدى من 2 سنين والبنات والنزيلات بيعانوا إلى أن اتخذ مجلس الوزراء قرار بأنهم ينشئوا دار جديدة لهم يتم فيها في المضاجع حتى يقللوا من المشاكل بين النزيلات وبين المشرفات. هذا لا يعني أنه وكالة الأنباء ما احتضنت كثير من القضايا الاجتماعية المنفردة التي تكون إحداها لم يتم طرحها في على مستوى الأردن. صحيح. ووطن العربي كانت ثاني دولة اللي هي قضية فحص العذرية. نعم. وهو يعني بيجرى في الأردن رغم مخالفته وعلى مرأة من وزارة الصحة، وللأسف لم تغير ساكنة لغاية هاي اللحظة.
وهناك كثير من القضايا اللي كشفت من خلالها تحقيقاتي عن انتشار أمراض الهيبتايتس بين مثلا موظفي مكب الإكيدر اللي ما زالوا لغاية الآن بيعانوا حتى يحصلوا على صعوبات عمل. عدنا حقوق كثيرة للمواطنين تم يعني سلبهم لهذه الحقوق، لكن إذا هاي وهي قضايا اجتماعية. القضايا السياسية نعم من خلال مقالاتي على المواقع الإلكترونية تعرضت إلى صعوبات وإلى ضغوطات، منها التهديد بمنعي من الكتابة في أحد المقالات، وجهت انتقاد لأحد رؤساء الحكومات المشهود له بعداوته للإعلام، وتم تهديدي من خلال أحد وزرائه بمنعي من الكتابة، لكني أنا لم أستسلم وكتبت ذلك في مقال واستمرت في الكتابة، وذهب رئيس الوزراء واستمرت سهير جرادات في كتابة المقالات. هذا لكن لا يعني أن في كل مرة تسلم الجرة. ففي مرة أخرى كتبت مقال انتقدت في أحد رؤساء السابقين لأحد الأجهزة الأمنية، ما اكتفى تهديد عشيرته لعشيرتي، إنما ضغط على الموقع الإلكتروني اللي أنا بكتب فيه وتم شطبي من بين الكتاب، إلى أن كتب ذلك في مقال وانتقلت إلى موقع خبرني الذي يحتضن مقالاتي إلى يومنا هذا. يعني ست سهير، مواضيع شائكة أكيد خط فيها، يعني إن شاء الله يعني في الخطوات دائما للحل. يعني كتير زي ما بقولوا الكلام معك يعني كتير جميل، والمعلومات اللي ممكن نتعرف فيها من خلالك كتير قيمة، لكن يمكن وقت البرنامج ما بيسمح لنا، لازم نستضيفك في حلقات قادمة. سؤال بسيط في النهاية ست سهير، عرفنا انه انت اذا مرة تانية بدك تختاري رح تختاري ايضا الصحافة. اكيد 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 ما رح ابدل، رغم كل المصاعب ورغم كل انه قديش مهنة الصحافة بتاخد منك، قد ما بتعطيكي قد ما بتاخد منك، تاخذ منك وقتك، خصوصيتك، تاخذ منك علاقاتك الاجتماعيه، بتاخذ منك حتى علاقات الاسريه، لكن رغم من كل ذلك لو خيرت لاعود واصبح صحفيه واختار انه هذا مجال، وبدعوا الشباب والصبايا انهم يتجهوا لهي المهنه كونها مهنه نبيله، انت تقدم فيها للاخرين، فهي مهنه معطاءه، انت لا تستفيد منها بقدر ما انت تفيد الاخرين. نعم. واتمنى للجميع النجاح في هاي. أكيد بحضورك ست سهير جرادات، أستاذة والصحفية في وكالة فترة. شكرا لك، شكرا لحضورك، وإن شاء الله نشوفك في حلقات أكيد قادمة، وألف ألف مبروك كمان التكريم اللي طبعا منحتي إياه. شكرا لك. شكرا لك، يعطيك العافية. تسلمي.